العرب اليوم من التلفزيون العربي من لندن، وفيه انفراج الأزمة الحكومية في العراق، البرلمان يمنح الثقة لحكومة القادم، حقيبتا النفط والخارجية مؤجلتان، وأمريكا ترحب. مأزق الجنوب في اليمن، المجلس الانتقالي يحشد قواته في سقطرة، القوات الحكومية تسعى إلى تأمين عاصمة الجزيرة، وقوات السعودية في انسحاب. كورونا يطغى على أجندات الحكومات في مختلف أنحاء العالم، تراشق للاتهامات بين بكين وواشنطن، فرنسا تعلن خطتها للخروج من العزل، وبريطانيا تتجه إلى تخفيف محدود للإغلاق. أهلا بكم. منح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى القاضمي لتنتهي بذلك حالة من الجمود دامت عدة أشهر، وأدى القاضمي وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بعد الموافقة على 15 وزيرا ورفض 5 آخرين، وطلب القاضمي تأجيل التصويت على وزيري النفط والخارجية بسبب خلافات عليهما، وبهذا تكون حكومة مصطفى القاضمي سادس حكومة عراقية تنال ثقة المجلس منذ عام 2003 بعد 5 أشهر من الشهور. الجلسة التداولية بين المجلس، حكومة غير منتخبة ب15 وزيرا، هي أول حكومة معينة تم الاتفاق فيها على وزيري الدفاع والداخلية، فيما أجل التصويت على مرشحي وزارتي النفط والخارجية. السيد الكاظمي جاء ب20 وزير، وزارتين هي الخارجية والنفط لم يتم حسم أسماء المرشحين لها، أما بقية الوزارات فهي سقطت بالتصويت داخل مجلس النواب، يعني عرضت على مجلس النواب لم تحظى بثقة السادة أعضاء مجلس النواب، لذلك تم استكمال 15 وزارة، وسيكون مجلس الوزراء منعقد من ناحية الدستورية ومن ناحية القانونية. حكومة مصطفى الكاظمي التي تم الإعلان عنها انتقالية مؤقتة، تعمل على إقرار موازنة عامة وتعد لإجراء انتخابات مبكرة. لم تتشكل هذه الحكومة برغبة الشارع، ولم تسأل عنها ساحة الاحتجاج، ورغم ذلك تشكل بديلا وإن كان مؤقتا عن حكومة المستقيل عادل عبد المهدي. في الشارع يعقد البعض آماله على حكومة الكاظمي، فهي أفضل من البقاء بلا حكومة، فيما لم يهتم آخرون بالإعلان عنها، يقولون إنها لا تختلف عن سابقاتها. طبعا هي حال أي حكومة، يعني ما أعتقد راح يعني أكو إنجاز بالموضوع راح يصير أو أكو شيء. والله نتأمل خير من هذه الحكومة الجديدة بزعامة الأخ مصطفى الكاظمي، ويحاول يغير هواية أمور، ويفتح باب التعيينات لهاي الشباب الحلوة، ويشوف لهم فد مبادرة الأهل هاي اللي قاعدين بالتحرير. في السياسة والأمن والاقتصاد ملفات شائكة تنتظر الحكومة الجديدة، وملف آخر لا يقل شأنا يتعلق بالتوازن في العلاقات مع المحيط العربي وجارة إيران، تلك العلاقة التي تتقاطع مع الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي. طارق ماهر، العربي، بغداد. وفي ردود الفعل الدولية، رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بتشكيل حكومة جديدة في العراق برئاسة مصطفى القاضمي الرئيس السابق لجهاز المخابرات. وأعلن بومبيو مد مهلة الإعفاء الممنوحة للعراق من العقوبات المفروضة على طهران، والذي يتيح له الاستمرار في استيراد الغاز والكهرباء من إيران. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بومبيو أبلغ القاضمي خلال مكالمة هاتفية أنه خلال مدة 120 يوما لن تفرض واشنطن عقوبات على بغداد بسبب استيراد الغاز والكهرباء من إيران. ينضم إلينا من بغداد مراسلنا ضياء الناصري. أهلا بك ضياء، كيف تلقف الشارع العراقي الذي خرج لإسقاط الطبقة السياسية في العراق إلى هذه الحكومة التي شكلتها ذات الطبقة السياسية؟ لا نستطيع القول أن الشارع العراقي برمته خرج لإسقاط المنظومة السياسية، ولكن بشكل دقيق يعني ساحات التظاهرات والاعتصامات منذ 5 إلى 6 أشهر وهي تتظاهر وتطالب بتغيير أو إيجاد تغييرات جذرية وجوهرية
في النظام السياسي. حاول الكاظمي إقحام أسماء معروفة لدى هذه الساحات في تشكيلته الحكومية، على ما يبدو أنه لم يكن موفقا بشكل كامل لتضمين هذه الكابينة بهذه الأسماء، خصوصا أن بعضهم كان محتدا فترة الاحتجاجات وما إلى ذلك. ولكن ضمن الفريق التفاوضي وضمن فريق الخاص ومكتب رئيس الوزراء الجديد، هناك أفراد لهم صلات عميقة ولهم تأثير في داخل الساحات. هذا الموضوع بالتأكيد سوف يكون له تأثير أيضا على المزاج العام لدى هذه الساحات والمعتصمين، الذين طبعا لم يتبقى منهم إلا عدد قليل، ولكن من الواضح أنهم يمتلكون قاعدة كبيرة ودعوا إلى تظاهرات مماثلة في على ما أعتقد يوم 10/5، تظاهرات يحاولون من خلالها إعادة ضخ الحراك من جديد وإعطائه زخما جديدا. بشكل عام الانطباع لدى الشارع كان متفائلا أو يحاول التفاؤل بما سمع عن مصطفى الكاظمي وبما نقل إليه بخصوص المتابعات التي حصلت من أكثر من طرف، خصوصا أن وزير الخارجية الأمريكي يوم أمس أثناء التبريك لمصطفى الكاظمي أيضا مدد الاستثناء للعراق من العقوبات المفروضة على إيران. هذا الموضوع بالتأكيد له منافع مالية واقتصادية على العراق ستنعكس إيجابا، وهذه إشارة أولى ربما من الجانب الأمريكي بأن العراق سوف يكون بعيدا عن العقوبات الأمريكية أو التضييق الأمريكي على الوضع الاقتصادي العراقي، الذي هو بالأساس يعاني من حالة يعني غير صحية إذا صح التعبير. شكرا لك ضياء الناصري مراسلنا من بغداد. أفاد مراسل العربي بأن قوات الحكومة اليمنية الشرعية تعمل على تأمين مدينة حديب وعاصمة جزيرة سقطرة. يأتي ذلك عقب انسحاب القوات السعودية في الجزيرة انسحابا كاملا من النقاط العسكرية في محيط مدينة حديب. تحالف حل في اليمن بذريعة منعه من التمزق، لكن ما يفعل ليس كما يقال، والواقع يدحض كل الذرائع. انقسام صوري بين المتحالفين تشوبه الملابسات بعد أن أعلن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا الإدارة الذاتية في الجنوب وسط صمت سعودي مشبوه. لا نفهم نحن إلا سكوت صمت استدعى سيلا من الاتهامات كالها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد اليسيري للمتحالفين. تحالف ضد اليمن، فالسعودية متواطئة أخرت قوات هادي من السيطرة على عدن ومهدت للمجلس الانتقالي سيطرته على المدينة، والإمارات مزقت نسيج البلاد بإعلان الإدارة الذاتية، يقول اليسيري. مقولة يعززها مشهد انسحاب مفاجئ لقوات السعودية من نقاط تأمين مدينة حديبو عاصمة جزيرة سقطرة وإعادة تمركزها في محيط مقر البيئة ومنطقة مولوي والمطار. انسحاب يتزامن مع تصاعد حدة التوترات في الجزيرة بين القوات الحكومية اليمنية والمجلس الانتقالي وتحشيد الأخير واستقدامه قوات من خارج جزيرة سقطرة للسيطرة عليها. انسحاب هادئ ودون مقدمات بعد اشتباكات عنيفة دارت لأيام بين قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، تمكنت خلالها القوات الحكومية بسقطرة من طرد مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي كانوا قد اقتحموا مقر السلطة المحلية ورفعوا على بواباته الرئيسية علم دولة الجنوب السابقة. اشتباكات استدعاها موقع استراتيجي لجزيرة سقطرة على المحيط الهندي يطل على القرن الإفريقي، إضافة إلى أهميتها العالمية التي تضعها من بين الأربع جزر الأهم في العالم. تطورات تفتح جملة من التساؤلات عن ماهية الدور السعودي الفعلي في اليمن، وما إذا كان التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتدعمه الإمارات منوطا به تحرير اليمن لأهلها أم لأنفسهم؟ من مأرب ينضم إلينا مراسلنا عمر المقرمي. أهلا بك عمر، لو تضعنا في صورة آخر المستجدات الميدانية.
نعم رويدة، الآخر التطورات الميدانية في سقطرى جنوب شرقي اليمن أن التوتر لا يزال قائما في المناطق التي تسيطر عليها قوات الانتقال المدعومة إماراتيا في معسكر في اللواء الأول مشاه بحري ومحيطه. هناك التوتر لا يزال قائما، انسحبت بالأمس القوات السعودية من النقاط الأمنية وحلت محلها القوات الحكومية وعملت بشكل كامل على مدينة حديب وعاصمة الجزيرة. يأتي هذا في ظل التصعيد المتواصل والتحشيد المستمر من قبل الانتقال المدعوم إماراتيا من خارج المحافظة وجلبهم أو استخدامهم إلى محافظة سقطرى لإسقاطه والسيطرة على حديبو. لم يصدر أي موقف رسمي حتى اللحظة بشأن التصعيد المستمر من الانتقال بعد الهدنة التي أعلنت عنها قوات الواجب المشتركة من القوات السعودية والبحرية والقوات قوات الأمن الخاص بمحافظة سقطرى. ليس هناك أي موقف رسمي بالرغم من خطورة الموقف التي يديره الانتقاليون هناك المدعومين إماراتيا. التوتر لا يزال قائما في حين أو في نفس الوقت الهدوء حذر يسود المناطق الأخرى في الجهة الغربية من الجزيرة. بالنسبة للمواجهات بمحافظة البيضاء وسط البلاد، يمكن أن نقول بحسب المشايخ القبلية ومصادر عسكرية هناك بأن الوضع دخل مرحلة جديدة وحربا مفتوحة بين القبائل بين قبائل البيضاء والحوثيين جراء قتل الحوثيين للمرأة اليمنية جهيدة الأصبحي. فهبت القبائل للدفاع عن كرامتها كما تقول والأخذ بالثأر من قتلت جهيدة وهم الحوثيون الذين قتلوا هذه المرأة في مناطق العواض في محافظة البيضاء وسط البلاد. هناك تقاطرت أيضا من القبائل المجاورة والمحافظات المجاورة دعما لقبائل البيضاء في حربها ضد الحوثيين. فالمواجهات هناك لا تزال شديدة حتى هذه اللحظة بين القبائل والقوات الحكومية من جهة وبين الحوثيين من جهة أخرى. والطيران السعودي الإماراتي يحلق بشكل كثيف في الأجواء. في ذات الوقت تدور مواجهات شديدة أيضا في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب وفي مديرية مجزر الفاصلة بين محافظتي مأربة والجوف. فالتصعيد العسكري هناك والتحشيد لا يزال مستمرا من الطرفين في ظل وباء جديد يعصف باليمن من جراء تفشي كورونا والعجز أو عجز النظام الصحي المتهالك هنا في اليمن. نعم شكرا لك عمر على كل هذه المعلومات. معنا مشاهدينا الآن من إسطنبول عادل المثني الكاتب السياسي اليمني. أهلا وسهلا بك أستاذ المثني. مشهد معقد في سقطرى لو تساعدنا على فهمه. القوات السعودية تنسحب من مواقعها في مدينة حديبو، القوات المدعومة إماراتيا تحشد قواتها، وحتى الآن لا رد واضح من الحكومة الشرعية. ما الذي يعنيه كل ذلك؟ يعني أنه المملكة العربية السعودية تمارس دور خبيث للإجهاز على ما تبقى من نفوذ ودور للشرعية في هذه المحافظات. هي تتآمر تماما مع وتتواطأ مع الإمارات في هذه الخطوة الاستفزازية الممثلة بالتمرد والانقلاب على الشرعية في هذه الجزيرة كما قال وزير الداخلية. وهذا خطاب رسمي رفيع يتهم بشكل مباشر المملكة العربية السعودية وأنها وراء هذه الفوضى العارمة الموجودة في عدن سقطرى. وبالتالي هذا التمرد على مسمع ومرأة من المملكة العربية السعودية وقوات الواجب الموجودة في سقطرى، وجاء أيضا عقب أيضا انقلاب آخر في عدن. وبالتالي لا يمكن أبدا تبرير هذا الموقف من قبل المملكة العربية السعودية المعنية أيضا بحسب أيضا اتفاق الرياض بمواجهة هذا التمرد والانقلاب الذي يستهدف الشرعية ويستهدف أيضا اتفاق الرياض واستهدف هذه العملية السياسية. أنت تقول هناك تواطؤ سعودي. وزير النقل اليمني صالح الجبواني يقول الإمارات وميليشياتها في عدن تتصرف كأن السعودية غير موجودة وأن السعوديين عاجزون ومكبلون وباتوا بلا إرادة سياسية. هل السعودية متواطئة أم السعودية فعلا بلا إرادة سياسية ولماذا؟
في حقيقة الأمر السعودية أنا في تصوري أن هذه الخطوات الأخيرة يعني كاشفة للموقف السعودي. إذا كانت السعودية عاجزة وغير قادرة أيضا على مواجهة هذه التحديات، كان المفترض يعني تطلق يد الشرعية لحسم هذا التمرد، والمملكة العربية السعودية تضغط بشدة وتمنع الشرعية أيضا من مواجهة التمرد في عدن، والشرعية لديها القدرة الكافية على حسم الوضع عسكريا والدخول إلى عدن. السؤال هو لماذا أستاذ البتني؟ لماذا أيا كان الموقف السعودي فهو تخلي في نهاية المطاف عن الحكومة الشرعية والوقوف إلى جانب المجلس الانتقالي؟ السؤال هو لماذا؟ لماذا تقوم السعودية بهذه التغيرات الجذرية الاستراتيجية؟ الإمارات هي من تدير المشهد بشكل كامل، ولديها ميليشيات كبيرة جهزتها خلال 3 سنوات، وأصبحت هي التي تتبنى العمل العسكري في عدن وسقطرة وغيره، وتثير كثير من المتاعب في وجه المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية لا تستطيع أن تواجه هذه الميليشيات لأنها تدرك أن وراءها الإمارات، لا تريد أن تصطدم بالإمارات لأن الإمارات يعني لديها مصالح في الإقليم. أعتقد أنه محمد بن سلمان مدين ايضا في 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 وصوله للعرش لمحمد بن زايد، وبالتالي هو يقدم هذا على كل اعتبار، ويقدم ايضا على مصالح المملكه العربيه السعوديه في اليمن، وايضا على امنها القومي. وهذا ما نشهده الان من يعني تخبط للمملكه العربيه السعوديه وعجز كبير وعدم قدره ايضا على مواجهه الامارات فيما يتعلق ايضا بهذا الشغب الكبير الذي تثيره ميليشيات الامارات في عدن او في سقطرة الان. ونجد ان المملكه العربيه السعوديه تحاول ايضا ان تتعامل مع هذا الموقف، لكنها في نهاية المطاف أجندة الإمارات هي التي تفرض يعني خياراتها على المملكة العربية السعودية وعلى أيضا الشرعية في عدن وسقطرة. طيب أستاذ المتني، مشايخ وأعيان سقطرة أبلغوا قائد القوات السعودية في سقطرة والمحافظ رفضهم قبول المتسللين إلى الجزيرة، هل هذا مؤشر بأن هناك اضطرابات قد تنشأ في الجزيرة نفسها؟ الاضطرابات على أشدها في الجزيرة، هناك انقلاب، محاولة انقلاب. اللواء الوحيد الموجود في الجزيرة أعلن تمرده بدعم كبير من الشرعية، بدعم مطلق من الإمارات ضد الشرعية، وبالتالي نهب أسلحة هذا الأسلحة الثقيلة لهذا اللواء، وحاول أيضا التمرد على وإسقاط عاصمة سقطرة، لكن قوبه أيضا بمقاومة يعني قوية من قبل الأهالي والقبائل الموجودة في الجزيرة ومن قبل المحافظ أيضا والقوات الأمن والشرطة الموجودة هناك. الجميع التف وصد هذا الانقلاب، ثم تدخلت القوات السعودية وتنسحب الآن في إبان أيضا يعني تزويد الإمارات بقوات جديدة جاءت من الضالع إلى هذه الجزيرة النائية. وهذا هو الخطير في البعد، أن الإمارات يعني تحشد حشد مناطقي من الضالع إلى هذه الجزيرة، وهذا يشظي النسيج الاجتماعي ويثير قلق كبير واستفزاز على مستوى كامل الجنوب. وأعتقد أنه الرهان الآن يعني على أبناء المحافظة، على المحافظ، على القبائل، على الشارع الملتهب داخل سقطرة، والذي استطاع في يعني السنوات السابقة يعني صد كل هذه المؤامرات وكل هذه المحاولات والتمرد الذي يحاول أيضا إسقاط هذه الجزيرة. شكرا لك عادل المتني، الكاتب السياسي اليمني، كنت معنا من اسطنبول. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن قصف التحالف العسكري لمحافظتي حجة وصعدة شمال غرب اليمن وقتل 5 مدنيين. وقال الموقع الإلكتروني لقناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين إن 4 قتلوا في غارات للتحالف على محافظة حجة، من بينهم طفل، وأصيب طفل آخر، بينما قتل مدني في صعدة في قصف لبوارج التحالف. هذا ولم يصدر تعقيب من التحالف بشأن ما ذكره الحوثيون. قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تعمل على سحب عدد من بطاريات صواريخ باتريوت من السعودية، وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن ستسحب أيضا العشرات من قواتها العاملة في المملكة، عادية ذلك إلى تقييم البنتاغون بأن طهران لم تعد تمثل تهديدا مباشرا للمصالح الأمريكية في منطقة الخليج. وكانت واشنطن قد عززت وجودها العسكري في السعودية والخليج العربي بعد هجوم استهدف شركة أرامكو النفطية السعودية في سبتمبر أيلول من العام الماضي.
في الشأن الليبي أفاد دبلوماسيون أن خبراء أمميين مكلفين مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا أكدوا في تقرير أن مرتزقة تابعين لمجموعة فاغنر الروسية يشاركون في القتال الدائر في البلاد لحساب اللواء المتقاعد خليفة حفتر. ووفقا لدبلوماسيين اطلعوا على التقرير فإن مجموعة الخبراء حددت وجود عسكريين من مجموعة فاغنر في ليبيا منذ أكتوبر تشرين الأول من عام 2018 وقدرت عددهم بما بين 800 و1200 عنصر. مرتزقة في ليبيا، شائعات الأمس يؤكدها تقرير أممي اليوم. تقرير سري للأمم المتحدة أشار إلى أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة نشرت قرابة 1200 فرد في ليبيا لتعزيز قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المتمركز شرقي البلاد. التقرير المؤلف من 57 صفحة والذي أعده مراقبو العقوبات المستقلون وقدم للجنة العقوبات الخاصة بليبيا أفاد أن الشركة الروسية المتعاقدة نشرت قوات في مهام عسكرية متخصصة تشمل فرق قناص. لم يقتصر الأمر على إرسال مرتزقة روس، التقرير أشار إلى مشاركة مقاتلين سوريين جاءوا من دمشق لدعم حفتر، دعم عسكري يوحي بتفاهمات عميقة تشوبها خلافات على الأرض بين مجموعة فاغنر وقوات حفتر بحسب التقرير. إرسال القوات الأجنبية ليس جديدا على الأراضي الليبية ولا على قوات حفتر، فتقرير أممي سابق أشار إلى وجود مجموعات مسلحة أجنبية قدمت من تشاد والسودان، إلا أن موسكو تنفي باستمرار أي ضلوع لها في وجود مرتزقة الروس في ليبيا. يأتي هذا وسط استمرار استهداف قوات حفتر ومن معها من مرتزقة للعاصمة طرابلس بالصواريخ موقعة ضحايا من المدنيين. التقرير الأممي هذا يفتح الباب على مصراعيه لأسئلة كثيرة تبدأ بمدى فاعلية الأمم المتحدة في وقف تدفق السلاح والأفراد لقوات حفتر ولا تنتهي عند دور ومخططات روسيا على الأراضي الليبية. في الجزائر وزعت الرئاسة مسودة الدستور الجديد على الأحزاب وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف مناقشتها وإثرائها. وتضمنت المسودة المقترحة نقاط عدة أبرزها استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية الذي يعين من طرف الرئيس فضلا عن تكريس مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين، إضافة إلى مقترح اعتماد أكثر من 20 مبدأ وحرية جديدة تتعلق بحقوق الإنسان والحرية. كما يقترح الدستور الجديد الاعتراف بالحراك الشعبي ودسترته والسماح لقوات الجيش بالقتال في الخارج بعد موافقة البرلمان. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. الأونروا تحذر من وقف خدماتها خلال شهرين بسبب الأزمة المالية. أهلا بكم من جديد. سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 2000 شخص بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات 73,000 بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز. أظهرت أن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 1,200,000 شخص، تعافى منهم نحو 190,000. هذا وقد بلغ عدد الفحوص المخبرية التي أجريت لكشف المصابين بالفيروس أكثر من 7,700,000 شخص بحسب الجامعة. وكشف تفشي فيروس كورونا عن أزمة كبيرة في نظام رعاية المسنين في الولايات المتحدة، خصوصا في دور الرعاية التي يسكنون فيها بعيدا عن عائلتهم. وازدادت الانتقادات لهذا النظام بعدما أظهرت أعداد الوفيات الكبيرة في دور رعاية المسنين مدى هشاشة النظام الصحي المتبع فيها. فتح فيروس كورونا الأعين على اتساعها ليكشف ثغرات النظام الصحي الأمريكي على الملأ. إحدى أكبر الثغرات هي دور المسنين التي تستمر التقديرات حول أعداد الضحايا فيها بالارتفاع. بعض المسنين عبر عن خيبة ومرارة.
حين كنت شابا قيل لي إن السنوات الذهبية تأتي في سن متأخرة، والآن لا أجد أي شيء ذهبي فيها. آخر الإحصاءات في نيويورك كشف أن 1700 حالة وفاة لم تعلن سابقا وقعت في دور رعاية المسنين. الصدمة الكبرى أصابت المسنين قبل سواهم. دور المسنين قد تكون المثال الأوضح على نظامنا المتعثر. من غير المقبول أن تكون مساعدة الناس الضعفاء في وقت الوباء معتمدة حصرا على شركات تسعى للربح. نحتاج أن تتحمل الحكومة الفيدرالية المسؤولية وكذلك حكومة الولاية، وهذا ما نفتقده. هذه الانتقادات يتوقع أن تتخذ بعدا سياسيا بين من يطالب بسن قوانين وتشريعات على مستوى الولاية وآخرين يحملون الحكومة الفيدرالية المسؤولية. خيبتي كبيرة جدا تجاه الحكومة وتحديدا تجاه الرئيس. أعتقد أن إدارته لهذه الأزمة برمتها كانت مريعة. الإحصاءات كشفت أن نحو 5000 من المسنين قضوا في دور الرعاية منذ مطلع مارس، لكن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن كثيرين آخرين فارقوا الحياة في مساكنهم ولم يبلغ عنهم حتى الآن. تحديات غير مسبوقة وضعها فيروس الكورونا أمام النظام الصحي الأمريكي برمته، لكن نظام رعاية المسنين شكل نقطة الضعف الرئيسية فيه التي ستستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة على المستويين المحلي والفيدرالي. نبيل أبي صعب، العربي، نيويورك. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائحة كورونا بأنها أسوأ هجوم تتعرض له بلاده على الإطلاق. وكرر ترامب اتهاماته الصين قائلا إنه لم يكن يجب أن تسمح بتفشي وباء كورونا. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد انتقد الصين أيضا لطريقة تعاملها مع تفشي الفيروس. كان بوسع الصين أن تجنب العالم الوقوع في مأزق اقتصادي عالمي، كان أمامهم الخيار، لكن بدلا من ذلك تسطرت الصين على التفشي في ووهان، ولا تزال ترفض مشاركة المعلومات التي نحتاجها للحفاظ على سلامة الناس. من جانبها ردت الصين على تصريحات ترامب ووصفتها بالكاذبة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تصدر مواقف متضاربة وكاذبة بشأن تعامل الصين مع الفيروس ومكافحته على حد قولها. وعلى صعيد الإصابات بفيروس كورونا، أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في 6 من أيار مايو دون تغيير عن اليوم السابق. قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن جونسون سيعلن تخفيفا محدودا للغاية لإجراءات العزل العام والإغلاق بسبب فيروس كورونا في بريطانيا الأسبوع المقبل. جاء ذلك بعد اجتماع عقده بوريس جونسون عن بعد مع أعضاء الحكومة لمناقشة الإجراءات المقبلة وسط تكهنات بالسماح للمواطنين بالخروج مرات غير محددة لممارسة التمارين الرياضية والتنزه في إطار الخطوة الأولى من تخفيف القيود. سمحت ألمانيا لكل المحال التجارية بفتح أبوابها أمام الزبائن مع ضرورة الالتزام بجميع التعليمات الصحية. وكانت الحكومة قد خففت إجراءات الحظر المفروضة منذ مارس آذار الماضي بسبب وباء كورونا، مع تأكيدها ضرورة أن يتوخى المواطنون الحذر ويتبعوا التعليمات الصحية. للوهلة الأولى قد تبدو الحركة في الشارع طبيعية، إلا أن هذا المشهد لم يكن مألوفا قبل كورونا، بات اليوم أمرا طبيعيا. هكذا هي الحياة في ظل الوباء. الحكومة الألمانية خففت إجراءات تقييد الحركة وسمحت بعودة الحياة تدريجيا. ما أعتبره حاسما ليس بأنه لدينا مجال لمزيد من الانفتاح فحسب، بل أيضا العمل المشترك الذي يتحتم علينا إنجازه إن حدث شيء ما في مكان ما. يجب أن نبقى حذرين من عودة الخطر مجددا أو انتشاره في مناطق دون غيرها. بشكل عام أعتقد أن هذا القرار متوازن الآن. ارتداء الكمامة أصبح إلزاميا في المقل العام والمتاجر. الجلوس في الحدائق والساحات العامة مسموح، لكنه ليس كذلك في المطاعم والمقاهي.
نعم هذا صحيح، وأنا أرى أنه يجب على المستشارة أنجيلا ميركل أن تنفذ العديد من الأمور. أنا أبقى في المنزل وألتقي فقط خارجا بشخصين أو ثلاثة أشخاص مع مراعاة المسافة بيننا، لكن عندما تعود الحياة الطبيعية من جديد سنكون سعداء. المدارس ستفتتح أبوابها مجددا أمام الطلبة، ودور المحترفين لكرة القدم سيعود بدءا من منتصف الشهر الجاري، وبات مسموحا لقاء عائلتين في الأماكن العامة. على الرغم من تخفيف الإجراءات والقيود التي فرضت بسبب وباء كورونا، إلا أن المستشارة الألمانية تشدد على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وذلك تجنبا لانتشار عدوى الفيروس على نحو واسع مرة أخرى. يمان شواف، العربي، برلين. في فرنسا أعلنت الحكومة في إطار عرضها لخطة الخروج من الحجر المنزلي إلزامية التباعد الاجتماعي في المواصلات العامة، فضلا عن فرضها ارتداء الكمامات والخضوع لتعليمات الشركة المسيرة للسكك الحديدية. وللمزيد هناك التقرير التالي. أيام قليلة تفصل محطات المترو الباريسي هذه عن ملايين الركاب الذين سيعودون إلى حياتهم شبه الطبيعية فور فك الحجر المنزلي. قبل كورونا كانت الأقدام تتزاحم هنا والأكتاف تلامس الأكتاف، اليوم بات الحديث عن المسافة الاجتماعية في المواصلات معضلة المعضلات وفي سلم الأولويات. قبل الولوج في بطن الأرض لا ينسى زاهر وضع كمامته التي أصبحت إلزامية في العربات، فالخوف من الآخر بات هاجسا لديه. أنا حطيت شنطتي جنبي لأني ماني حابب حدا أنه يبرق جنبي، مشان أحافظ على مسافة بيني وبين الآخرين، وهذا الشيء يعني مشان سلامتي وسلامة الآخرين. نعم هو قرار صائب عن بالتأكيد، لأنه بيحافظ على سلامة الشخص ووقايته من أنه يصاب الفيروس عن طريق شخص آخر مصاب بالفيروس كان موجود بنفس المكان، أو بما أنه نحن هلا موجودين بالمترو كان موجود بنفس المترو في حال كان في شخص مصاب بالفيروس ممكن الشخص الثاني يصاب بالفيروس أيضا. ملصقات على الأرض حفاظا على التباعد، وكراس منع الجلوس على بعضها، وتعقيم دون توقف، إنها أسلحة الشركة المسيرة للحد من انتشار الفيروس. موظفو التعقيم ضاعفوا من عملهم، ينظفون كل شيء ويعقمونه، المقاعد والنوافذ وحتى هذه القضبان الحديدية، وهذا ما لم نكن نقوم به سابقا. رئيس الوزراء الفرنسي تلقى رسالة من شركة السكك الحديدية تشتكي فيها أن القليل فقط من الركاب سيلتزمون بالمسافة الاجتماعية، لذلك سيقوم أكثر من 20,000 شرطي على مساعدة الشركة في تنظيم الحركة بعد فك قيد المواطنين. لن يكون من السهل على السلطات في فرنسا إقناع المواطنين بالتباعد الاجتماعي في القطارات والمتروهات المشهورة بازدحامها، لكن الحكومة وبحسب تصريحات أعلى الهرم فيها تعتمد في ذلك على وعي ومدنية الفرنسيين من أجل الخروج من هذه الأزمة. محمد الحجي، العربي، باريس. ولمعرفة آخر تطورات فيروس كورونا عربيا وعالميا تنضم إلينا شبكة مراسلينا، وسنبدأ من فرنسا مع مراسلنا محمد الحاجي. محمد، يعني بعد التقرير يبدو أن فرنسا جاهزة للخروج من إجراءات الحظر الصحي، ولكن هناك تخوفات عديدة من عدم التزام الناس بإجراءات التباعد الاجتماعي، وهي صعبة جدا خصوصا في المواصلات العامة، ونحن جميعا نعرف باريس جيدا. نعم، هي بالفعل هي جهوزية مبدئية، وهي مرحلة أولى للافتكاك من هذا الحظر المفروض على الفرنسيين منذ حوالي 50 يوم، وسيصبح 55 يوم يوم 11 من مايو أيار الجاري. جملة من الاقتراحات، ويعني هو عبارة عن كتالوج وزعه رئيس الوزراء إضافة إلى وزراء التربية والاقتصاد والنقل والصحة، كلهم قالوا اليوم بأن هناك
يعني ضرورة أن نتعايش مع هذا الفيروس لأنه أصبح موجود بيننا اليوم. تم تقسيم فرنسا إلى لونين أحمر وأخضر، تم وضع باريس وثلاثة محافظات أخرى باللون الأحمر وهي المدن الأكثر فيها تفشي للفيروس وأحدث فيها أكبر عدد من حالات الوفيات، وهي المدن أيضا التي إن لم يلتزم سكانها بالحجر الصحي أو يعني ما بعد الحجر الصحي المرحلة الأولى سيتم تقييم ذلك في الثاني من حزيران القادم. نعم ستفرض الكمامات على ركاب المواصلات العامة، ستفتح المدارس، مليون طالب سيعودون إلى المدرسة في المنطقة الخضراء، وهناك أيضا إغلاق للمدارس في المنطقة الحمراء. المؤسسات أيضا يعني نصحت بأن يتم العمل عن بعد والالتزام عن بعد لكي لا يتم تكثيف المواصلات العامة بالموظفين وبأيضا ركاب القطارات والحافلات. هناك جملة من أيضا الأمور المتعلقة بالصيف، هل ستفتح المسابح، هل ستفتح الشواطئ؟ لا ستغلق، لكن أعطي بعض الحيز لرؤساء البلديات والمحافظات لتقييم حالات معينة من أجل السماح للمواطنين بالسباحة وأيضا الانتقال، لأن القانون يسمح بالانتقال 100 كيلومتر فقط عن المنزل. هل سيتمكن الفرنسيون من الذهاب في عطلة صيفية؟ لن يسمح لهم الذهاب، لكن بالعموم فرنسا حدودها الأوروبية ستصبح مغلقة حتى 15 من حزيران القادم، حدودها الخارجية أيضا مغلقة إلى إشعار آخر. إذا نحن اليوم سوف نتعايش مع مرحلة جديدة من مرحلة أولى ما بعد فك الحجر المنزلي، من الصعب جدا التكيف مع ذلك، لكن الكثير من الفرنسيين يرون بأن الحكومة عاملتهم كالأطفال وأنها تجبرهم اليوم على اتباع ما قدمته لهم دون أن يكون لهم أي رأي، بينما الحكومة ترى بأنها قامت بما يمكن فعله لأن هذا الفيروس هو طارئ جديد على المجتمع الفرنسي وعلى العالم، ويجب أن نقوم ونتكيف مع المرحلة القادمة كما يجب لحماية الفرنسيين من الموت المحتم الذي أحدثه الفيروس والذي تجاوز 25 ألف حالة وفاة في حوالي 40 إلى 45 يوم. شكرا لك محمد الحاجي مراسلنا من فرنسا. سننتقل الآن إلى لندن إلى مراسلنا صابر أيوب. صابر، ما الجديد الذي قدمه وزير الخارجية دومينيك راب في تقريره اليوم، ومتى ستنضم المملكة المتحدة إلى سرب مخففي الإجراءات بأوروبا؟ الرسالة كانت واضحة اليوم سواء من دومينيك راب وزير الخارجية أو أيضا من أحد الناطقين باسم بوريس جونسون وزير رئيس الوزراء البريطاني. الرسالة هي لا تتوقع كثيرا، ستكون هناك بعض الرفع للقيود لكن ستكون طفيفة ومتواضعة على حد تعبير دومينيك راب خلال الإجازة الذي قدمه قبل ساعة من الآن. إذن لا توقعات بأن ترفع الحواجز أو القيود هنا في بريطانيا وفي اسكتلندا التي هي جزء من المملكة المتحدة. رئيسة الوزراء الاسكتلندية اليوم مع انتهاء مهلة 3 أسابيع للحظر الذي كان مفروضا مددته بثلاثة أسابيع أخرى. بوريس جونسون لم يفعل اليوم، من المفترض أيضا أن ينتهي هذا الحظر أو قانون الحظر هنا في بريطانيا، لكنه سيتمدد إلى غاية نهاية الأسبوع، ويوم الأحد سيلقي بوريس جونسون خطابا للشعب البريطاني يفصح فيه عن ماهية هذه التغييرات، كيف ستكون، بأي شكل وبأي اتساع ستكون. لكن الرسالة هي لا تتوقع كثيرا، بريطانيا ما زالت تعاني من هذا الوباء، الوفيات اليوم أكثر من 540 حالة وفاة، الإصابات أيضا ما زالت مرتفعة. دومينيك راب أشار إلى أن أي رفع للقيود سواء كان تدريجيا أو سواء كان بحجم كبير أو بشكل أخف أو طفيف كما عبر عنه اليوم سيتم مراجعته دوريا بناء على البيانات والنصائح العلمية، وقد يعاد فرضه من جديد بطريقة أشد إن كانت هناك خطورة على حياة البريطانيين، وللحفاظ أيضا على الأقل على المكتسبات أو التضحيات التي بسببها انخفضت معدلات الوفيات والإصابات، لكن ليس بالشكل المطلوب لأن ترفع القيود بشكل كبير مثل ما هو الحال في دول أوروبية أخرى. شكرا لك صبر أيوب مراسلنا من لندن. ننتقل الآن إلى واشنطن إلى مراسلتنا ريما أبو حمدية. ريما، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تسجل 3.17 مليون طلب إعانة بطالة،
يبدو أن الأزمة الاقتصادية باتت أعقد من أن يحلها فتح الاقتصاد مجددا. بالفعل، وإعادة فتح الاقتصاد غدا لن تحل هذه المشكلة بشكل كامل. أولا، الأرقام الاقتصادية تهاوت بشكل كبير، تراجع معدل النمو بنقاط كثيرة في الولايات المتحدة، سوق الأسهم أيضا تأثر بسبب هذا الإغلاق، مخصصات البطالة الآن تعطى للملايين. الشهر الماضي فقط، أبريل نيسان الماضي، تبخرت 20 مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة. التوقعات أن تزيد هذه الأرقام خلال هذا الشهر الحالي. وإعادة فتح الاقتصاد كما قلت في البداية غدا لن يحل هذه المشكلة. هناك تضارب في المعلومات التي تخرج من الإدارة الأمريكية، بينما يقول وزير الخزانة أن الإدارة الأمريكية الولايات المتحدة ستتخطى هذه الأزمة بحلول أغسطس المقبل. يقول أيضا خبراء اقتصاديون حتى من داخل الإدارة أن هذا ربما صعب الآن، في ظل أولا استمرار تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، وثانيا في ظل التدهور الاقتصادي المستمر حتى هذه اللحظة رغم تريليونات الدولارات التي ضخت في الاقتصاد الأمريكي. كل الإجراءات التي يحاول الرئيس الأمريكي اتخاذها الآن من إعادة فتح الاقتصاد، من ضخ المزيد من الأموال لدعم الأعمال الصغيرة، من إعطاء بعض الأموال للمتضررين من الأمريكيين لمواجهة أعباء الحياة بعد خسارتهم لأعمالهم، كل هذه الإجراءات حتى هذه اللحظة لم تنجح بالفعل في رفع هذا أو وقف هذا التدهور الاقتصادي الذي يصفه كثيرون الآن بركود اقتصادي تعانيها الولايات المتحدة أسوأ من ذلك الذي كان عام 2008. شكرا لك ريما أبو حمدي. ونختم مع مراسلنا من الخرطوم التيجاني خضر. التيجاني، دعنا في صورة آخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الوفيات والإصابات، وأيضا هناك معلومات عن إصابات كبيرة في صفوف الكادر الطبي في السودان، لو تفسر لنا السبب وراء ذلك. نعم رويدا، 78 حالة سجلت هذا اليوم، فيها 3 وفيات، ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في السودان إلى 930 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و52 حالة وفاة، بينما تمثل للشفاء 92 من الحالات. نصيب العاصمة الخرطوم هو الأكبر في عدد الإصابات نظرا لحجم وعدد سكانها، 794 حالة، بينما كانت ولاية الجزيرة في المرتبة الثانية من الإصابات ب 39 حالة، وولاية القضارف 21، و13 ولاية سودانية أخرى تتراوح الحالات فيها من 5 إلى 2. الوزير الصحة كان قد أشار إلى إمكانية تمديد الحظر إلى أجل غير مسمى إذا ما صدقت التوقعات بوصول الحالات أو تجاوزها 1000 حالة يوم الجمعة، يوم غد والسابع من مايو، نهاية فترة الحظر الشامل التي كانت قد تم إقرارها ل3 أسابيع. ننتظر اليوم أو غدا إشارة من الحكومة إذا ما كان الحظر سيمدد أم سيرفع نهائيا. بالنسبة للأطباء، فعلا هناك فقدان للكوادر الطبية في عديد من المستشفيات بسبب إصابتهم بالفيروس، والسبب الأساسي هو مخالطتهم لمرضى لم يقوموا بالإعلان عن وجودهم خارج البلد لفترة، أو إصابتهم أو مخالطتهم لمصابين، مما أدى إلى إصابتهم وفقدان خدماتهم في المستشفيات، مما زاد في تعقيد الوضع الصحي المعقد أصلا، حيث حتى الحالات الطبيعية أو الحالات المرضى العادي غير الكورونا لم تجد من يفحصها أو من يقدم لها العلاج في بعض المستشفيات، وسجلت وفيات في هذا الشأن. الأطباء يحتاجون إلى رعاية من خلال الملابس الواقية ومن خلال المعدات التي يمكن استخدامها للوقاية من الإصابة بالفيروس. شكرا لك التيجاني خضر مراسلنا من السودان، وشكر موصول لشبكة مراسلينا. أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 618 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، هذا وقد تعافى 216 شخصا من المرض في 24 ساعة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم أفرادا تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة إلى تسجيل إصابات جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من مناطق مختلفة. أنشأت حكومة الإنقاذ أول مركز للحجر الصحي في إدلب شمال سوريا ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ومع تزايد أعداد الوافدين من تركيا يستقبل المركز العائدين ويبقيهم في الحجر مدة 14 يوما قبل السماح لهم بزيارة عائلتهم. تنتظر أطفالها أمام مركز الحجر الأول في إدلب،
الإذن لرؤية زوجها الذي سافر قبل عدة سنوات إلى تركيا المجاورة لتأتي الموافقة على رؤيته، لكن من خلف جدار وقضبان فاصلة بينهم، لا عناق ولا أحضان بين الأب وعائلته، إنما تلويح بالأيدي، ذلك أقصى ما يستطيعون فعله. فرقتهم رحلة البحث عن لقمة العيش، وأخر كورونا لقاءهم إلى أجل غير مسمى. وجيت هون عيالي هون صار 2 سنين ما شفتهم، لما جيت هون حجرت واجوا عيالي لعندي زيارة، وكان لي نفس أضم أولادي وبنتي وتنادي لي يا بابا بدي أضمني وما نقدر، وحجر ومشان سلامته ما قدرنا نقرب على بعض. أكثر من 300 نزيل في المركز، معظمهم عاد إلى سوريا بعد ترحيل السلطات التركية لهم، ليتم حجرهم لمدة محددة حتى يقرر الأطباء إخراجهم أو الإبقاء عليهم. عمل محمد في نقاط طبية عديدة أثناء حملة القصف الذي تتعرض له المنطقة، وعادة ما كان يجتمع بأهله بعد كل غارة، إذ يتمنى تناول الإفطار مع العائلة. كورونا غير من عاداته، لكنه يبقى مكانه لإبعاد هاجس العدوى والإصابة عنهم. اليوم العمل أشد خطورة من الأيام السابقة، أيام القصف، قصف النظام على المناطق المحررة. طبعا يجي المصاب، يقوم الفريق الطبي أو الكادر الموجود بعلاج المصاب، ثم يعود يعني يرجع بيته دون أي خوف أو تردد. جهود نبيلة تبذلها الكوادر الطبية في إدلب لمجابهة ومنع انتشار الفيروس، وبرغم ضعف الإمكانيات يبقى الأمل دليل عمل لمن لا يملك سواه. لطالما فرقت الحدود والمسافات شمل الأسرة الواحدة، لكن الفرقة بسبب فيروس كورونا أشد وطأة، فلا حدود ولا مسافات، إنما وباء هدد حياة الناس. خالد الدلبي، العربي، من على الحدود السورية التركية. والآن إلى فقرة كورونا وحياتنا. أهلا بكم في فقرة كورونا وحياتنا. قال مجلس التمريض العالمي إن تفشي فيروس كورونا تسبب بإصابة ما لا يقل عن 90,000 عامل في حقل التمريض حول العالم. وذكر المجلس في بيانه أن أكثر من 260 ممرضا فقدوا أرواحهم خلال أدائهم واجبهم الطبي في مكافحة الفيروس، ودعا حكومات الدول إلى تقديم إحصاءات واضحة حول الإصابات والوفيات في الحقل التمريضي نتيجة الوباء، وصف نقص المعلومات بهذا الشأن بالفضيحة. بدأت السلطات المغربية الاستعانة بشكل واسع بالطائرات الصغيرة المسيرة ضمن جهودها لمكافحة فيروس كورونا، وتم إطلاق هذا النوع من الطائرات الصينية الصنع في عدد من المدن المغربية بهدف مراقبة السكان من الجو. وتتمتع أسراب الدرون التي تجوب أجواء المغرب بخصائص متقدمة، مثل بث رسائل تحذير منعا للتجمعات أو مخالفة شروط التباعد ومنع التجول. هز فيروس كورونا الاقتصاد العالمي وضرب المصانع الكبرى والشركات التي ترتكز عليها الدول لتحقيق النمو وتوليد الوظائف. في المقابل تحول الفيروس إلى فرصة ذهبية لشركات يحقق أصحابها الثروات. يتغير شكل الاقتصاد العالمي في ظل وباء كورونا. بعض القطاعات كانت تحقق أرباحا قبل الفيروس، واليوم تتخبط بخسائرها، فيما قطاعات أخرى صارت تجني الثروات. محل البقوليات والأغذية من القطاعات التي تشهد إقبالا استثنائيا بعد انتشار وباء كورونا، وأيضا التجارة الإلكترونية تعرف نموا كبيرا. أما صناعة الأدوية العالمية فتتلقى دعما واسعا، فيما يزداد الطلب بشكل كبير على منتجات صناعة المعقمات والمستلزمات الصحية. شركات توصيل المنتجات والخدمات زاد عملها أيضا بعد كورونا. كذلك الحال بالنسبة إلى شركات التواصل عبر الفيديو والألعاب الإلكترونية،
فيما يشهد قطاع الطيران الخاص نموا كبيرا قدرته تقارير بمعدل 400%، وفي مقابل ارتفاع الطلب على كثير من السلع والخدمات بسبب كورونا تواجه قطاعات أخرى عديدة خسائر كبيرة بسبب الوباء أيضا. من المتوقع أن يخسر قطاع الطيران أكثر من 314 مليار دولار، فيما قد يخسر القطاع السياحي وضمنه المطاعم والفنادق والمقاهي 450 مليار دولار، أما قطاع الرياضة فقد يخسر نحو 62 مليار دولار. ومن المتوقع تراجع الاستثمار النفطي بنحو 100 مليار دولار، إضافة إلى الخسائر المسجلة بسبب انهيار الأسعار، كما أن مبيعات التجزئة العالمية غير الغذائية أو الطبية قد تنخفض بمقدار 2.1 تريليون دولار. وبين الأرباح والخسائر، ما تزال جائحة كورونا تلقي بثقلها على الاقتصادات العالمية والعربية، استثمارات جديدة ستظهر وأخرى ستختفي، وظائف سيرتفع الطلب عليها وأخرى ستكون في دائرة الخطر. ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب المتخصص في شؤون الاقتصاد أحمد ذكر الله. أهلا بك سيد أحمد. أحمد، يعني طالت خسائر كورونا غالبية القطاعات الاقتصادية، ولكن ما هي القطاعات التي سيكون خروجها من دائرة الخسائر صعبا، وكذلك كيف سينعكس أيضا على مصالح المواطنين؟ بالطبع طالت أزمة كورونا جميع القطاعات الاقتصادية، ومن المتوقع أن هذه القطاعات ومختلف الفئات التي تعمل بها ستتأثر وتضرر من انتشار هذا الفيروس، وسيكون ذلك عبر مراحل التحكم في هذا الفيروس. يعني السيناريوهات المتوقعة هي عبر هذه المراحل، فإذا كان هناك ما يمكن أن نسميه لقاحا جديدا خلال فترة قصيرة ستكون هذه الأضرار أقل، وبالتالي هناك سيناريو للمدة متوسطة وسيناريو لمدة طويلة، ولكن من المؤكد أن هناك تأثيرات اقتصادية سلبية على مجمل هذه القطاعات. من أوائل القطاعات أو من أهم القطاعات التي تضررت خلال الفترة الماضية هي قطاع السياحة والطيران، أو قطاع السياحة وما يرتبط به من أنشطة مختلفة. كلنا نعرف أن قطاع السياحة يرتبط بحوالي 60 قطاع آخر على رأسهم قطاع الطيران. المنظمات الدولية المتخصصة في السياحة قدرت خسائر قطاع السياحة بحوالي 450 مليار دولار خلال الفترة الماضية، سواء للقطاع نفسه أو لمجموعة القطاعات التي ترتبط به. بعض المنظمات الدولية قالت أن هذه الجائحة تأثيرها على قطاع السياحة في يساوي أو أكبر في مجموعه من الثلاث أزمات الكبرى التي واجهت العالم خلال الفترة الماضية، سواء عام 2011 أو عام 2003 أزمة سارس أو عام 2008 الأزمة المالية العالمية. ما هو انعكاسها على الوظائف على مصالح المواطنين؟ يعني يوجد في العالم الآن حوالي 3.3 مليون موظف، طبقا للتقديرات الدولية وتقديرات الأمم المتحدة يتحدثون أن 1.9 مليار موظف يعملون في وظائف دائمة الآن سيتأثرون نتيجة انتشار هذا الفيروس. طبعا كلنا نعرف أن الدول المختلفة اتخذت إجراءات قاسية للغاية عبر إغلاق تام أو إغلاق جزئي لمواجهة انتشار هذا الفيروس بين مواطنيها، وبالتالي تأثرت القطاعات الاقتصادية بشدة، وبالتالي هذه القطاعات وهذه الصناعات ذهبت إلى تسريح العديد من العاملين لديها. طيب بتقديرك كم من الوقت سيحتاج الاقتصاد العالمي للتعافي من آثار أزمة كورونا؟ يعني هناك سيناريوهات مختلفة، ويتوقف هذا الأمر على إيجاد لقاح للفيروس خلال الفترة القادمة. كل التقديرات بتقول إن اللقاح لن يكون موجودا قبل نهاية 2020 على الأقل، وهذا هو السيناريو الأقل لمدة زمنية في هذا الإطار. عذرا على المقاطعة، شكرا لك أحمد ذكر الله الكاتب المتخصص في شؤون الاقتصاد، كنت معنا من اسطنبول. نهاية هذه الفقرة، شكرا للمتابعة.
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن الأموال لديها لا تكفي إلا للعمل حتى نهاية مايو أيار الجاري. الأونروا أرجعت سبب أزمتها المالية إلى توقف الدعم الأمريكي لها منذ عامين تقريبا. مخيم الشاطئ للاجئين حيث يعيش 90,000 لاجئ فلسطيني في أقل من كيلومتر مربع واحد، جميعهم يعتمدون على مساعدة الأونروا وخدماتها. يقول اللاجئون إن الغرض من الأزمة المالية الرهينة للمنظمة الدولية هو انتزاع مواقف سياسية فلسطينية. يعني هي الأزمة ليست مالية بالدرجة الأولى، ولكنها سياسية تفرضها الولايات المتحدة على الشعب الفلسطيني وعلى قضيته للضغط عليه وجعله يتجاوب مع صفقة القرن التي أعدتها لإنهاء قضية اللاجئين نهائياً وتمرير المخططات الصهيونية بضم الأراضي في الضفة الغربية لإنهاء القضية الفلسطينية. الوكالة أعادت ترتيب بعض أولوياتها مع أزمة كورونا من حيث إجراءات قطاع الصحة والمساعدات الغذائية، لكنها قد لا تتمكن بحسب المسؤولين فيها من دفع رواتب موظفيها خلال الأسابيع القادمة. أننا نقترب من لمنتصف العام ولم نحصل إلا على حوالي 30% فقط من الأموال التي يجب أن نحصل عليها لتقديم خدمات لخمسة وستة من عشرة مليون لاجئ فلسطيني في خمس مناطق عمليات، منهم 530,000 طالب، 159 عيادة، 10 ملايين زيارة لعياداتنا في مختلف مناطق العمليات. الوضع المالي خطير وغير مسبوق، وهو يهدد في حال استمرت الأزمة برامج الأونروا ككل. الفصائل الفلسطينية فيما أصدرته من مواقف سياسية تنظر إلى أن التضييق الأمريكي المالي على الأونروا يهدف إلى إغلاق قضية اللاجئين الفلسطينيين برمتها. تعيش الأونروا أسوأ أزماتها المالية في وقت يعيش فيه سكان هذا المخيم وغيره من مخيمات اللاجئين أسوأ أوضاعهم الاقتصادية. وإن كانت المنظمة الدولية تعمل ماليا على أساس شهري، فإن كثيرا من اللاجئين لا يجدون قوت يومهم. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. وكما هي العادة ننهي برنامجنا بفيديو من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي. فيديو اليوم عن جريمة غامضة تعرض لها باحث أمريكي كان يدرس تركيبة تطريقة عمل فيروس كورونا. العرب اليوم انتهى.